هو ده اللي ادانا البدله الخارقه الشريره، دمرنا بيها المقر بتاعك. ما تاذونيش، انا هقول لكم كل حاجه. انا من ساعه ما خدت البدله دي من فتره قريبه وانا الدنيا عندي غريبه. شايفين يا شباب؟ بصوا انا رجعت صور وكمان اتطورت، بتهيألي بدلتي اتطورت. شباب ايه الدخان ده؟ وايه اللي بيحصل لنا دلوقتي؟ انا بجد مش فاهم حاجه يا سيكتور، انا بدات اخاف من المكان ده. ازيكم يا شباب وعاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بسلسله سيكتور هيرو اللي كلنا بنحبها. انتوا حبيتوها وانا بصراحه حبيتها قوي. ونفس ما شفنا بالفيديو اللي فات ان سوبرمان اخذ البدله بتاعتي وانا اخذت البدله بتاعته، وايه اللي حصل بصراحه ما نعرفش. قبل ما نستكشف اللي حصل يا شباب، ما تنساش تشترك في القناه وتضغط زر اللايك العنيف الاسطوري بتاعك. انا بقى يا شباب محضر لكم حاجه اسطوريه. هي ايه يا ترى؟ هوريكم. فاكرين البدله التانية اللي عندي؟ انا دلوقتي هنزل على المقر بتاعي علشان اخدها. يلا بينا يا شباب علشان ننزل ناخدها دلوقتي ونروح للابطال ونوريهم الخريطه الاسطوريه اللي معانا دي، علشان الخريطه دي هتودينا لتحديات اسطوريه كمان. يلا بينا يا شباب. بصراحه انا مش عارف ايه اللي حصل. ايه ده؟ ايه اللي حصل للمقر بتاعي؟ ايه ده؟ ده متدغدغ. ايه اللي حصل فيه؟ ده الظاهر الابطال الخارقين هم اللي دخلوا هنا وكسروا كل حاجه. يا نهار اسود، ده مكسرين كل حاجه في المقر بتاعي. انا بصراحه مش مصدق. ايه ده؟ البدله بتاعتي فين؟ لا البدله بتاعتي، انا مش مصدق بصراحه. ايه اللي بيحصل يا شباب؟ حد يعرف عن اللي حصل في المقر بتاعي ومين اللي اخذ البدله بتاعتي؟ بقول لك ايه يا شباب، تعالوا نروح للابطال الخارقين دلوقتي علشان اقول لهم على اللي حصل معايا. يلا بينا. يلا يا شباب. بصراحه بقى يا شباب اجمد حاجه انا بحبها في البدله دي اللي هي بتطير. بصوا يا شباب، يا سلام. انا دلوقتي بقيت ايه؟ اطلع عند الابطال الخارقين بسرعه ومن غير ما يحسوا عليا. بجد يا سيكتور مامبو شريكو، انتوا هنا؟ بقول لكم ايه يا شباب، الحقوني انا بمصيبه. اللي حصل لك يا ابو طمره؟ طمنا. انا رحت المقر بتاعي لقيته متدغدغ، لقيته متكسر، كل حاجه متكسره. اسكت يا شريكه، ما تقولش حاجه بقى. ده لان لو عرف ان احنا اللي عملنا كده هنتبادر. خليني ساكتين. انت نسي ان دي البدله بتاعتك ودي شخصيه مش بدله، يعني ممكن يهزقنا وهو يقول. ألف سلامة على المقر بتاعك يا أبو تمر. أنت عارف أنا لو كنت أعرف كنت أخدت أشاريكا وأخدت مامبو ورحنا جبنا طوب ورحنا صلحناه. معلش، أكيد اللي عمل كده الناس الأشرار. أنت عارف أبو تمر مين اللي دمره؟ أيوه هما. مين هما؟ لا الجوكر الشرير يا أبو تمر هو اللي دمره. أشاريكا قصد الجوكر. هما اللي خلاص مش مشكلة. المقر خلاص يا شباب، المقر نقدر نبنيه تاني، مش مهم. سيكتور في مصيبة حصلت. ايه اللي حصل تاني؟ البدلة المطورة بتاعتي، البدلة القوية التانية، عارفها؟ البدلة الخارقة اللي انت كنت شايلها في مكان ازاز دي. ايوه مسروقة يا سيكتور، دي لو وقعت بين ايدين شرير ده هيدمر الدنيا يا سيكتور. ما تخافش، بقول لك ايه، احنا ما فيش قدامنا دلوقتي غير ان احنا نروح مكان الخريطة ده، اكيد هيوصلنا لحاجة مهمة نقدر نرجع بيها القوة بتاعتنا. ويلا نلحق بقى بازوكا ويوسف قبل ما يحصل لهم حاجة، لان دول متهورين وسابقونا وراحوا على هناك. سيكتور انا شايف بالخريطه انه في لوكيشن، اصلا في موقع هنا عامل زي شكل مربع. خد بص عليه كده. وريني. ايوه خلاص، هي حملت فعلا في مكان تحت اهو على اليمين. ايوه تعالى نروح يا تمره، تعالى نروح يا اشريكه. يلا يا ماما وريهولي الاول، عايز اشوف الخريطه. شوف يا عم الخريطه، وانت يعني هتشوف حاجه غير اللي احنا شفناها؟ خلاص يا جدعان، احنا بنثق في قوه هالك، خلي هو اللي معاه الخريطه ويودينا على هناك علشان لو حصل اي حاجه يقدر يواجه. انا البدله بتاعتي خلاص ما بقتش شغاله، مش عارف اطلع خيوط عنكبوت. يا جماعه انتم مش حاسين انه في حاجه ناقصه؟ ايوه انت قصدك على البطل الخارق بازوكا والبطل الخارق يوسف، صح؟ ايوه دي بدلتي معاه يا عم. ما تقلقش وهم سابقونا على هناك، فيلا بينا بسرعه بقى علشان تلحق البدله بتاعتك قبل ما يموتوا ولا يحصل لهم مشكله. دول متهورين وتقريبا ممكن يعملوا اي حاجه غلط. يلا بينا، يلا يا جماعه ورا الخريطه بسرعه علشان نعرف المكان ده بيودينا على فين. انا اعتقد يا سيكتور ان المكان هناك خالص يا سيكتور. بص هنا هالك بقى لما يهبد، مش محتاج تقول هناك او هنا، احنا هنفتح الخريطه ونمشي وراها. مين اللي معاه الخريطه؟ انا. يلا وراك يا باشا. يلا بينا جاهزين. يلا
النوت الخرقة. اللي بيعرف يطير بقى، اللي بيعرف يطير. يا عم ده اختفى يا عم. خيوط. ها احنا ماشيين بقالنا كتير، انا تعبت جدا يا جدعان، البدلة بقول لكم بايظة. ما تخافش احنا قربنا خلاص على المكان، فضل حوالي 100 متر ولا حاجة. ما تخافش هالك لما بيهبط بيجيبها صح. شايف يا ابو تمر، انا شايف ان اخرت مشينا ورا هالك ده هنلبس في الحيطة وهنوصل لمكان غلط اساسا. والله انا تعبت بصراحة يا سيكتور من المشي والطيران في البدلة دي، وشريك ده مش عارف هو مودينا فين بصراحة. خلاص خلينا وراها، وبيقول فاضل حبة صغيرين. يلا بينا يلا بينا. ايه ده ايه ده، مين اللي ضرب عليا؟ إيه انت ايرون مان؟ ايه ده، استنى استنى يا سيكتور الحق، بص هناك في ايه يا إيه سيكتور ده؟ يا سيكتور الحق، انت مش عارف ده مين؟ ايوه ده ديدبول يا شباب، هو اللي لبسنا بدل الابطال الشريرة، انتوا مش فاكرينه ولا ايه؟ اه لازم نروح ننتقم منه يا سيكتور برضو. ايوه بس خلي بالكوا احنا البدل بتاعتنا ضعيفه دلوقتي ومش عارفين نستخدم القوه بتاعتها كويس. بقول لك يا سوبرمان، ده هو ده هو ده اللي ادانا البدل الخارقه الشريره، دمرنا بها المقر بتاعك، احنا لازم نروح نقضي عليه حالا دلوقتي. يلا بينا. اه يلا بينا تعالى تعالى. انت بتبطل ايه ده؟ ما حدش يزيني يا صاحبي، انا هقول لكم كل حاجه. هتقول ايه يا شرير؟ هتقول ايه؟ انت اللي اديتنا البدل الشريره دي وبعد كده اختفيت وحاربنا بعض وكنا هنموت، كمان بترفع المسدس علينا؟ انت لازم تموت يا شرير. سيبهولي يا سيكتور سيبهولي، ده هو السبب في كل حاجة، انا لازم احرقه. احرقه في اعمله بطاطس دلوقتي، لازم تشوي ديدبول ده. اهدى اهدى اهدى، ما تأذونيش، انا هقول لكم كل حاجة. انا من ساعة ما خدت البدلة دي من فترة قريبة وانا الدنيا عندي غريبة، وانت لما قلتولي فين مكان البدلة بتاعتك انا قلتلكم على المكان، ما كنتش اقصد ان انتوا تلبسوا بدل اشرار. ايه ده؟ يعني انت ما كنتش تقصد تدينا بدل ابطال شريرة وتحولنا لاشرار؟ اه. استنوا يا جماعة استنوا، احنا فاهمين الموضوع غلط، واضح كده ان ديدبول ده اصلا مش شرير وطيب، وقع في نفس المشكلة بتاعتنا يا سوبرمان، يعني هو ما كانش عارف برضو يستخدم البدل ولبسها برضو من غير ما يكون فاهم ايه القوة بتاعتها. يا سيكتور خلاص بقى، حرام عليك، ما يبقاش قلبك طيب، انت بتصدق اي حد، كل مرة بيطلع لنا حد غريب بتصدقه وبنوقع في مشكلة يا سيكتور. خلاص بقى يا سيكتور، انا بص انا حاضر عليه، انا مش هصدقه تاني، بص هحرقه. استنى 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 استنى، هو لو كان شرير كان قتلنا قبل ما نستخدم البدل الشريره دي، لكن هو عرفنا على مكان الكهف وما كانش يعرف ان هي شريره. خلينا نثق فيه وناخده معانا لمكان الخريطه، واكيد هيبان كل حاجه بعدين، ولا ايه يا شباب؟ انا رايي كده فعلا يا سيكتور، حسيت كلام حقيقه. صح يا سيكتور، انا زعلت بصراحه، يلا ناخده معانا. طيب بقول لك يا ديدبول، شيل السيفين بتوعك دول والمسدسات، عشان انت ضربت طلقه جت في قفايا ماشي، فخلي بالك بقى اي غدر تاني مش هنرحمك. ودلوقتي احنا رايحين لمكان خريطه مش عارفين المكان ده عباره عن ايه. بقول لك ايه، انت لازم تيجي معانا على مكان الخريطه اللي احنا رايحينه ده. ماشي ماشي ماشي، واوعى تقول لي انا عاوز لحمه تاني عشان مفيش لحمه خالص. ماشي، انا هرجع طبيعي تاني عشان اعرف اتحرك. لا خليك هالك زي ما انت. انا شايف يا شباب هناك واضح تقريبا ان احنا قربنا نوصل في مكان شكله غريب جدا، يلا بينا نروح. انا هروح انط بسرعه، هروح انط. يلا صدق. اه هيا هالك، هو ده المكان؟ هو ده المكان اللي على الخريطه؟ ايوه يا سيكتور، هو ده المكان، بس شكله غريب قوي، من خايف اخش يا سيكتور. يا عم تخش انت، اصلا مش هتعرف تخش عشان حجمك كبير، انت لازم ترجع دلوقتي طبيعي تاني، ارجع طبيعي ما تخافش. يلا بينا يا سيكتور، ده لسه عايز يريح. بقول لك يا ابو تمره، المكان ده انا خايف منه بصراحه، وكل مره بتقولوا انا اللي بورطكم، وانا بصراحه مش مستعد ان انا افتح الباب ده. طيب خلاص بقى الكل سكت، ماشي انا اللي هخش يا سيكتور. خلاص يا شباب استعدوا، كل واحد جاهز الاسلحه بتاعته عشان البدله بتاعتي بايظه، اول لما نفتح لو لقينا اشرار على طول نبدا نهجم على طول. جاهزين؟ جاهزين. يلا يا شباب، انا اللي هفتح الباب وانا اول واحد هخش الباب ده، يلا بينا. استنى 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 يا شباب، بص فوق كده. ايه في ايه؟ ايه في واحد فوق، انت مين؟ مين ده؟ اخيرا اخيرا جيتولي. اخيرا جينا لك، إيه انت مين؟ وعاوز مننا ايه؟ احنا جينا على الخريطه اللي موجوده مع السحر الشرير ده، وبعدين انت مين بالظبط؟ والخريطه دي يعني مش فاهم بالظبط بتودي على فين، واشمعنى انت بالذات اللي ظهرت لنا دلوقتي؟ انا واحد جاي مكلف من الفضاء ان انا اعلمكم على البدل بتاعتكم. انا لقيتكم في الفتره الاخيره دي مش عارفين تتحكموا في البدل تبعكم، فانا قررت انا واللي خلاكم تبقوا ابطال خارقين ان انا اجي اساعدكم وارجعكم زي الاول، ومش زي الاول وبس، لا بل اقوى من الاول. يعني الراجل ده هو اللي ادانا اصلا القوات بتاعتنا؟
هو اللي ادينا القوات بتاعتنا، ده بيقولوا ان هو مكلف من ناس الفضاء والناس اللي خلونا ابطال خارقين. واضح ان الشخص ده يعرف السبب اللي خلانا ابطال خارقين وليه اختارونا احنا بالذات. يا سيكتور مش ده المهم، ده بيقول لك عنده البدل بتاعتنا وبقت اقوى من الاول يا سيكتور. واحنا على اي اساس هنثق فيك؟ بس انا عاوز افهم، احنا نضمن منين ان انت هترجع لنا البدل بتاعتنا وكمان اقوى من الاول؟ انا عارف كل واحد فيكو عارف يجيب البدلة بتاعته ازاي، وده ممكن يكون اثبات قوي. طب احنا جبنا البدل بتاعتنا دي منين؟ لو انت قلت احنا مستعدين نسمع كلامك. انت كنت مجموعة من البشر قاعدين جوه قرية، بعد ما مشيتوا منها نزلتوا جوه كهف، وجوه الكهف ده لقيتوا البدل تبعكم. يا نار ابيض، ده بيتكلم صح. ده فعلا احنا كنا عايشين في قرية مع بعض، وبعدين دخلنا فعلا الكهف لقينا البدل بتاعتنا. انا مش مصدق نفسي، واضح ان هو ده فعلا الشخص اللي خلانا ابطال خارقين من الاساس. فعلا فعلا يا سيكتور، انا كمان كنت عايش في قرية ورحت لقيت البدلة بتاعتي اللي هي بدلة باتمان اصلا جوه كهف كبير. انا المقر ده اصلا مش بتاعي، انا لقيت البدلة هناك ولبست البدلة. طب ثانية بس، يعني ايه المطلوب مننا؟ الجهاز اللي تحت ده او اللي انا واقف عليه بالاصح ده فيه شوية اختراعات كده انا اللي عاملها. الجهاز ده ببساطة يقدر يرجعكو، ومش رجعكو زي الاول وبس، لا ده يقدر يرجعكو واقوى كمان. يا سيكتور الحق الحق، طب احنا مستنيين ايه؟ انا عايز اخش اجرب بصراحة، ده بيقولك هترجع البدل بتاعتنا ومطورة كمان. لا لا انا مش عاوز ادخلك انت بصراحة، انت المفروض معاك بدلة سوبرمان وبدلة قوية جدا، يعني لو غدر بينا انت الوحيد اللي هتقدر تساعدنا. احنا نجرب بصراحة بقى في مامبو. كده يا سيكتور انا متحمس وعاوز ادخل، يلا انا داخل دلوقتي اشوف ايه اللي هيحصل. يلا تري السلامة انت. يلا سيكتور الحق سيكتور، الباب اتقفل عليه، ده ممكن دلوقتي هو في خطر. ملناش دعوة، احنا لو اتحركنا ممكن الشخص اللي فوق ده يأذينا. خلينا نشوف للآخر ونشوف هل فعلا هيطلع بقوة سور الحقيقية ولا لا. يا سيكتور يا غدار ماليش دعوة بقى، انتوا كل مرة انتوا اللي بتورطوني، اعمل لكم ايه بقى؟ حرام عليكم. انتوا دلوقتي هتشوفوا قوة سور الحقيقية وهتعرفوا ان انا كلامي صح. البرق ده واو، يا نهار ابيض قوة سور، ده الرعد والبرق بتاع سور يا بطمرة. شوف ده ده شكله رجع بجد يا سيكتور، والبرق والرعد ده اقوى من الاول بكتير. تعالى تعالى يا سور انت فين؟ يا شا... واو بص يا سيكتور. واو انا عامله ازاي؟ شايفين يا شباب؟ بص انا رجعت سور وكمان اتطورت، بتهيألي بدلتي اتطورت. ايوه انت ما كنتش بالبدلة دي من الاول فعلا. يا سلام انا بدأت احب بصراحة الراجل ده. شباب انا متحمس ان انا ادخل عشان ارجع قوة هالك بتاعتي. بقول لكم ايه، يلا بينا كلنا ندخل دلوقتي. يلا بينا يا سيكتور، يلا 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 يا يلا اساطير هجوم. شباب ايه الدخان ده وايه اللي بيحصل لنا دلوقتي؟ انا بجد مش فاهم حاجة يا سيكتور، انا بدأت اخاف من المكان ده، مكان مرعب جدا، وحاسس ان انا فعلا دايخ. الحوا يا شباب ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ هو معقولة ده اللي حصل لسور؟ ايوه ده اللي بيحصل له بالظبط، بس انا ملاحظ ان جسمي بيتغير وجسمي بيبقى اقوى بكتير. انتوا دلوقتي شفتوا بعينيكوا القوه رجعت لكم تاني، ودلوقتي هنعمل لكم اختبار بسيط عشان يثبت لكم ان قوتكم رجعت اقوى من الاول. ايوه بس انا بدلتي ما حصلهاش اي حاجه. انت دلوقتي هتشوف اللي حصل في بدلتك بالحاجات اللي هتواجهوها انت كلكم دلوقتي، وهتعرفوا ايه اللي اتغير فيها. المهم تيجي ورايا دلوقتي. واو شفت السرعه بتاعته يا باتمان؟ ايوه ده سريع قوي. يلا ده واضح ان هو مش بشري خالص، ده جاي من الفضاء اكيد. هو راح فين يا شباب؟ اهو قدام انا شايفه. بقول لك انت ليه جايبنا عند مقر الابطال الخارقين؟ انا جبتكم هنا عشان خاطر اوريكم القوه بتاعتكم الجديده وايه اللي حصل في البدل بتاعتكم. دلوقتي انا هنزل لكم وحوش، ودي للاسف هتواجهوها بعدين، وعايز اشوف هتعملوا معاها ايه. ايه ده هينزل وحوش هنقابلها في المستقبل كتير؟ هو قصده ايه يا باتمان؟ والله ما فاهم عليه يا سيكتور، بس الظاهر انه هيبقى فيه وحوش في العالم بتاعنا. انا مش فاهم حاجه بجد. احنا مستعدين نواجه اي وحوش بالقوه الخارقه الجديده بتاعتنا دي دلوقتي. ايه ده بيقتلوا فينا؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ده لازم نخلص عليهم. ايه ده لحقني يا لهوي. اوه
دول دمرونا زي ما شفتوا يا اساطير. الحمد لله ان احنا وصلنا للبدل الخارقه بتاعتنا، والظاهر انه هيبقى في وحوش كتير هنواجهها في العالم ده، ومش بس كده هيبقى في تحديات جامده قوي. علشان كده يا شباب انزلوا دلوقتي تحت، اشتركوا في القناه واضرب زر اللايك العنيف بتاعك يا اسطوري، ويلا بينا يا شباب، باي باي.